بعد ما بنشيل الفليكسور ريتيناكولم فبنبتدي للليرز اوف ذا سول اوف ذا فود، ودولت لازم نكون عارفين انهم 4 لايرز، 4 لايرز من ماسلز اند تندونز. الفيرست لاير تبقى دايما ماسلز، وكذلك الثيرد لاير، سكند لاير، والفورث لاير بيبقى فيهم ماسلز وايه وتندونز. بالنسبه للطالب بتاع سنه اولى طب دايما بيهمنا اسامي الماسلز بتاع كل لاير والنيرف سبلاي بتاعها. الاورجن والانسرشن يعني الاسئله فيها مش بالكثافه الكتيره قوي، لكن بنحفظ اسامي الماسلز والنيرف سبلاي بتاعها. فالفيرست لاير اوف ذا سول اوف ذا فود اهي بيقول لك 2 ابدكتورز وواحده فليكسور، يعني اسامي الماسلز 2 ابدكتورز اند 1 فليكسور. خد بالك ابدكتور يعني تبعد، وهنا تبعد بس يبعد عن ايه؟ الاكسس بتاعنا في الفوت غير في الهاند، الاكسس بتاعنا في الفوت السكند تو، يعني اما نعمل ابدكشن يبقى بنبعد عن السكند تو، والناحيه التانيه برضو بنعمل ابدكشن عن الايه السكند تو. يبقى اول عضله اسمها ابدكتور هالوسز، بين اسمها تعمل ابدكشن للبيكتو، تبعد البيكتو عن السكند تو هنا. وبرضو التانية الابدكتور، ابدكتور ديجيتي مينيمي، ديجيتي يعني الصباع، مينيمي صغير، يبقى دي تبعد الصباع الايه الصغير. الفليكسور اسمها فليكسور ديجيتورم، بس انا كان عندي واحدة قبل كده اسمها فليكسور ديجيتورم لونجس، لا دي اسمها فليكسور ديجيتورم بريفس. يبقى الماسلز اوف ذا فيرست لاير ابدكتور هالوسز، ابدكتور ديجيتي مينيمي، وبعدين الفليكسور بتاعتهم اسمها فليكسور ديجيتورم بريفس. الماسلز دي الاثنين اللي هي ابدكتور هالوسز والفليكسور ديجيتورم بريفس يخدم نيرف سبلاي، يبقى الابدكتور هالوسز والفليكسور ديجيتورم بريفس الاثنين يخدم نيرف سبلاي من الميديال بلانتر نيرف. اما الابدكتور ديجيتي مينيميك منها ناحيه الصباع الصغير، وعلى اللاترال سايد تاخد نيرف سبلاي من لاترال بلانتر نيرف. يبقى الابدكتور هالوسز والفليكسور ديجيتورم بريفز ياخدوا نيرف سبلاي من الميديال بلانتر نيرف، والابدكتور ديجيتي مينيمي تاخد من اللاترال ايه بلانتر نيرف. تعال الاوريجين بتاع الماسلز دول منين؟ قال لك كلهم ياخدوا من الميديال واللاترال كالكينيال تيوبركل. نيجي للانسرشن بتاعهم، الابدكتور هالوسز التندون بتاعها دي ابدكتور تبعد، تعمل انسرشن في الميديال سايد اوف ذا بيز اوف ذا بروكسيمال فالانجيس اوف ذا بيج تو. الابدكتور ديجيتي مينيمي تعمل انسرشن برضو في اللاترال سايد عشان تبعد، بتعمل انسرشن في اللاترال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانجيس اوف ذا ليتل تو. يبقى دي ابدكتور هالوسز والتانية الابدكتور ديجيتي مينيمي. لما نيجي بقى الفليكسور ديجيتورم اللي في النص، تطلع برضو من ميديا اللاترال كالكينيال تيوبركل، طلع 4 تندونز رايحين لللاترال فور توز، كل تندون منهم يتقسم 2 2 2 يعمل انسيرشن في البيز بتاع الميدل فالانجيز اوف ذا لاترال فور توز. ومن وسط التندون ده المقسوم يطلع اللي هو التندون بتاع الفليكسو ديجيتورام لونجاس، يمسك في الانسيرشن بتاع التيرمينال ايه فالانجيس. تعالوا نشوف الصورة التانية دي، ادي اول عضلة اهي، ادي الاولانية اللي هي ابدكتور هالوسز اهو، وادي التندون بتاعها، وادي الابدكتور ديجيتي مينيمي، وادي التندون بتاعها، وادي الفليكسو ديجيتورام بريفيز، وادي الاربعة تندونز بتوعها اهو، 1 2 3 4 تندونز اهم. يبقى دي الابدكتور ديجيتي مينيمي، وادي الابدكتور هالوسز، وادي الفليكسو ديجيتورام بريفز. الابدكتور هالوسز والفليكسو ديجيتورام بريفز ياخدوا نيرف سبلاي من دولت اللي هو الميديال بلانتر نيرف، والتانية تاخد من الايه الابدكتور ديجيتي مينيمي تاخد من اللاترال بلانتر نيرف. المسلز اهي باينه، ادي اول واحده ابدكتور هالوسز،
عامله طالعه من الكالكينيا التيوبركلاي وعامله انسيرشن في الميديال سايد اوف ذا بروكسيمال فالانجيس اوف ذا بيج تو، ودي الابداكتور ديجيتي مينيمي عامله انسيرشن في البروكسيمال فالانجيس اوف ذا ليتل تو، الفليكسور ديجيتورام بريفيس ادي التندون بتاعها اهو عامله انسيرشن في البيز بتاع الميدل فالانجيس، وادي التندون بتاعها مقسوم اهو مشقوق اهو مشقوق عشان بيعدي من وسطي التندون بتاع الفليكسور هالوسز لونجس، لكن ده فليكسور هالوسز بريفيس دي بتعمل انسيرشن في البيز بتاع الميدل فرانجيز اوف ذا لاترال فور توز.